بشرى للأمة الإسلامية، مجلس شورى العلماء في حوار هام وشيق عن طريق النجاة، يصحبنا فيه كل من فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ جمال المراكبي، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، فقط على شاشة الرحمة الفضائية. السبت القادم في تمام 8 مساء انتظرونا.